السلام عليكم. عندنا هنا جهاز الاكس بوكس 1. خلونا نشوف تصميم الجهاز. تصميم الجهاز هذا هو قدامكم على الواقع. الجهاز جاي مربع، شايفين الاجزاء طالعه مختلفه شوي، يعني في الجزء اللي فوق على اليسار طالع لماع شوي، يمينه فتحه تهويه، المقدمه كمان شايفين على اليمين شعار اكس بوكس. طبعا هذا هو الشعار اللي راح ينور لما تشغل الجهاز. الجهه الثانيه شايفين هنا مدخل اقراص بلوراي الخاصه فيه. في هنا كمان ذراع التحكم، شكل ذراع التحكم على الواقع جدا انيق، نفس فكرة ذراع التحكم السابقة، واللي يفترض الحين راح تصير أكثر راحة لليد. وكمان شعار الإكس بوكس هذا راح يكون منور باللون الأبيض. غير ذراع التحكم في عندنا الكنكت الجديد اللي يفترض الآن صار أفضل بكثير من الكنكت الماضي، يلقط صور بشكل أفضل، أشخاص أكثر، حتى كمان صار حساس أكثر، يعني يلقط حتى ضربات القلب، الأصابع وغيرها من هذه الأشياء. مو بس الاكس بوكس 1 عندنا داخل هذا الصندوق، في عندنا كمان اكس بوكس 360 بتصميمه الجديد. تصميمه الجديد صار يشبه الاكس بوكس 1 الى حد ما، لكن حوافه مش حاده مثل الاكس بوكس 1. شايفين زر التشغيل، زر اللي يفتح لك الدرج حق الجهاز حق الاقراص دي في دي، زر التحكم نفسه، الكنكت نفسه ما تغير. المخارج الخلفيه للجهاز عندنا اول شيء لليسار اللي هي المخرج حق الكهرباء، جنبها عندنا ال HDMI out، طبعا هنا الصوره من الاكس بوكس للتلفزيون، بعدها عندنا الاوبتيكال حق الصوت، بعدها عندنا ال HDMI in هنا اللي تكون مثلا من جهاز مثل الريسيفر للاكس بوكس. طبعا احنا عارفين الاكس بوكس يقدر يشتغل كجهاز ريسيفر وشيء زي كذا. بعدين في عندنا فتحات HDMI، عندنا هنا مخرج الكونكت، في عندنا كمان فتحه الاي ار اوت وحق الايثرنت كمان، وفي فتحات التهويه تبع المروحه. ذراع التحكم حق الاكس بوكس من الخلف شايفين التريجرز صار شكلها افضل بكثير. كمان شايفين عندنا مخرج الشاحن اللي صارت تقريبا مايكرو يو اس بي، طبعا هذا الشيء بيسهل انك تحصل السلك زي الجوالات تقريبا. وكمان عندنا بطاريه، طبعا هي غير قابله انك تشيلها، لكن حجمها صار اصغر من اول، فشايفين ما صار في يعني انتفاخ كبير مثل يد الاكس بوكس 360 اللي فاتت. اكس بوكس 1 تم تحديد سعره ب 499 دولار، راح ينزل ان شاء الله في شهر نوفمبر. تفاصيل اكثر عن الجهاز راح يكون في فيديوهات خاصة بعدين.